أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. لا تزال الضاحية الجنوبية لبيروت ولبنان تحت تأثير هول الصدمة من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات بعد يومين فقط على التفجيرات الإرهابية الإسرائيلية لأجهزة البيجرز والتوكي ووكي. واليوم أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن عدد الشهداء ارتفع إلى 31 شهيدا، من بينهم 3 أطفال و7 نساء. المدير العام للدفاع المدني العميد ريمو خطار أكد للأوتيفي أن عمليات البحث مستمرة وقد تتطلب أياما. بدي أقول شغلي، نعم. بالنسبة للمفقودين أوقات العدد عم بيصير فيه تغير، ليه؟ بين إنه نحن بنرجع بنلاقي حدا لأنه تباعا مع الوقت عم نلاقي، وأوقات عم يرجعوا بيزيدوا لأنه بيجي حدا من قرايب المفقودين بيقول كان في عنده فلان أو كان في زيارة من فلان وما عاد عرفنا عنه شيء. يعني هالموضوع عم يتابع مع كل المعنيين، ونحن طلقنا من لجنة البناية اللي عطتنا الإحصاء اللي عندهم إياه هن، وخدناها كقاعدة بيانات وعلى أساسها عم نشتغل. هلا عم ننسق مع باقي الأجهزة، يعني كل الوقت كنا عم ننسق مع باقي الأجهزة لنشوف شو بيتبين، وما رح نترك السايت لحتى ننهي كل هالموضوع. عملية منا سهلة، يعني اليوم ما فيك تدخلي، مع عم نشتغل يدويا وببعض المحلات عم نستعمل بعض المعدات الثقيلة لأنه ما فينا نستعمل معدات ثقيلة قبل مرور 72 ساعة يلي هي وفق المعايير العالمية لحتى ما نشكل خطر على حياة الناس اللي ممكن يكونوا بعدهم على قيد الحياة تحت الأفكار. حاطين كمتلنا وحاطين جهد كبير بالتنسيق مع كل المعنيين لإنهاء هالوضع بأسرع وقت، بس حسب يعني حسب تجاربنا عادة ما بتاخد، مش مسألة ساعات، بتاخد أيام. إنه نحن من بين عم نشيل أشلاء، هالأشلاء بدنا نعملها فحص دي ان اي يمكن تكون تابعه للمسؤولين، يعني كمان ممكن يبين من يعني لا سمح الله انه هالاشلاء مش للضحايا الثابتين او للشهداء الثابتين، ممكن تكون لناس مسؤولين. يعني هي عمليه متكامله بدها وقت وبدها شغل لحتى نوصل لننهي هالموضوع. إلى ذلك دان التيار الوطني الحر الاعتداء الذي حصل أمس على الضاحية الجنوبية وأدى إلى استشهاد قياديين في المقاومة ومواطنين أبرياء وأطفال. واعتبر التيار الوطني الحر أن هذا السلوك الإجرامي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء يؤكد نية إسرائيل بالدفع إلى حرب شاملة، ما يستدعي من اللبنانيين ترسيخ صورة التضامن والوحدة والوعي التي تجلت في التعاطي مع تفجيرات هذا الأسبوع بما يتوافق مع اللحظة المصيرية التي يمر بها لبنان. سلسلة غارات عنيفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي على القرى الجنوبية وقرى البقاع الغربي، والتفاصيل يطلعنا عليها زميلنا جاد جابر. جاد، يعني لم يمر 24 ساعة على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، صحيح المقاومة استأنفت عمليتها في جبهة الجنوب، ولكن قبل قليل استعرت الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع. كل تفاصيل هذا التطور لديك، تفضل. نعم، صباح الخير لك ولمشاهدي شاشة الأوتيفي. فينا نقول نحن بجولة ثالثة من سلسلة الغارات اللي كان عم بيكون فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الفائت على سلسلة من الضياع بالجنوب اللبناني وبالبقاع الغربي، حيث اعلن بهذه الاثناء المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه الجيش الاحتلال عم بيهاجم بهذه الاثناء اهداف لحزب الله جنوب لبنان. هذا الخبر عم ياتي بالتزامن مع سلسله غارات عم بيقوم فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي طالت البقاع الغربي والبيسريه ودير الزهراني وجباع وكونين وعديد من البلدات، واخبار انه عدد الغارات الاسرائيليه على الجنوب اللبناني فقط خطت 30 خلال اقل من 20 دقيقه. كما نشرت منذ بعض دقائق قناة 14 الإسرائيلية أنباء أولية عن سقوط صواريخ في منطقة بيريا بالقرب من صفد وقوات الإنقاذ في طريقها إلى المكان. بالعودة إلى الحدث الإجرامي اللي حصل يوم أمس، أشارت أرقام الضحايا بحسب وزارة الصحة سقوط 31 شهيد بينهم 3 أطفال و7 نساء بالغارة اللي استهدفت الضاحية الجنوبية، بيصبح العدد الإجمالي للشهداء
اكثر من 70 شهيد جراء الانفجارات اللي صارت بانظمه البيجرز والايكوم، بالاضافه الى الغاره اللي صارت امبارح على الضاحيه الجنوبيه لبيروت. هذا مشهد اجرامي تعتدنا عليه عند العدو الاسرائيلي ولا زال مستمر باجرامه. عمليات رفع الانقاذ لا تزال مستمره، مع معلومات عن انه لا يزال هناك اكثر من 20 شخص تحت ركام المبنى المؤلف من 7 طوابق والمدمر كليا، وهو الذي استهدف بحسب المعلومات بغاره من 4 إلى 6 صواريخ وصلت الى الطابق الثاني تحت الارض، حيث كان يعقد اجتماع عسكري. بالموازاه اعلن حزب الله مساء امس عن استشهاد قائدين عسكريين و14 مقاتل قضوا بالغاره الاسرائيليه على الضاحيه الجنوبيه لبيروت، وهم القائد الشهادي الكبير ابراهيم عائل والمجاهد القائد احمد محمود وهبه. صحيح جاد، هذا كان يعني اعلنا عنه بسياق النشره، ولكن كان هناك ايضا اجتماع لمجلس الامن المركزي اليوم ترأسه ودعا له وزير الداخليه بحكومه تصريف الاعمال بسام المولوي. نعم منذ بعض دقائق يعني كان في اجتماع عند الساعه حوالي الساعه 12 لمجلس الامن المركزي عقد في وزاره الداخليه. الاجتماع خلص بالنهاية، أو قال وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع أن الواقع يحتم علينا متابعة أكثر حركة الأجانب والفنادق والمخيمات ومتابعة حركة الكاميرات وغيرها من الحركات في البلد. كلام الوزير هو دليل على إمكانية وجود عدد من العملاء دخلوا لبنان مؤخرا، كما كشف الوزير أن الأجهزة الأمنية تقوم أسبوعيا ويوميا بكشف شبكات عمالة وهي لا تعلن عنها كافة، وأكد أن مجلس الأمن الداخلي المركزي سيبقى اجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات. إذا ممكن الانتقال لسماع أبرز ما قاله وزير الداخلية. عودة لك. أيام الأخيرة وبالأسابيع الأخيرة وبالشهور الأخيرة عدد كبير من الشهداء المدنيين اللبنانيين الأبرياء من أطفال ونساء وغيرهم سقطوا نتيجة عمليات أمنية واستهدافات من قبل العدو الإسرائيلي. هيدا بخلينا أكثر وأكثر نكثف الجهود الاستعلامية والجهود الأمنية على الأرض، نتابع أكثر حركة الأجانب، نتابع أكثر حركة الفنادق، نتابع أكثر المخيمات السورية والفلسطينية، نتابع أكثر الأمور يلي هي ممكن إن هي تؤدي بهيدا الظروف إلى مساعدة أو إحداث أي فلتان أمني بالداخل، أو نخلي أو نترك مجال لأصحاب النفوس السيئة والنوايا السيئة أن تقدر تفوت بخرق معين من قبل العدو بواسطة أي موضوع من المواضيع اللي ذكرناها لحتى تضرب الداخل اللبناني. أكدنا أكثر وأكثر على متابعة كل حركة الكاميرات، كل الحركة يلي هي ممكن تكون بالبلد، وأكدنا على ضرورة قيام القوى الأمنية الوحدة، القوى الأمنية اللي عم تتعاون مع بعضها على تسهيل كل الأمور المتعلقة بالإنقاذ والإسعاف وتأمين الحركة دخول والخروج إلى المستشفيات. إنها هي الأجهزة الأمنية أسبوعيا أو يوميا عم تقوم بكشف شبكات تعامل مع العدو الإسرائيلي، ويمكن مش عم تعلن عنا لسلامة التحقيق ولاستمرار العمليات وتمتعيق العمليات. إلى ذلك، وفيما يتعلق بتفاصيل جديدة عن قضية تفجير أجهزة بيجرز، أعلن موقع The Intercept أن خبراء في القانون الدولي سلطوا الضوء على طبيعة العشوائية لانفجارات أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان والحظر المفروض على الأفخاخ المتفجرة، مؤكدين أن ذلك قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب. وفي هذا السياق قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية إن على إسرائيل أن تجيب على بعض الأسئلة الصعبة إذا كان مسؤولة عن تفجير الأجهزة، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية لأنها تقدم دعما عسكريا كبيرا لإسرائيل. وأكد الموقع أن قانون الحرب يحظر استخدام الأفخاخ أو الأجهزة الأخرى في شكل أشياء محمولة غير ضارة ومصممة ومبنية خصوصا لاحتواء المواد المتفجرة، لافتا إلى أن إسرائيل ولبنان وافقا على هذا الحظر الذي أضيف إلى القانون في العام 1996.
بعد تفجير جهاز لاسلكي تحت منزله في زحل عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون، روى عبر الأو تي في ما حصل وجدد موقف التيار الوطني الحر مما يحدث. جيش مشكور مع الخبير، ما قدرت شوفه مباشرة لأنه كانوا شيلوه من الحاوية وحطوه على الأرض وطلبوا مني ما نقرب عليه، يعني ما قدرت شوف نوعه جنسه بعض التفاصيل، بس سألت قلت لهم بيشبه اللي هيدا شفناه بالإعلام الآيكوم يعني؟ قال لا ما بيشبهه، مش الجيش، قال لي الجيران، لأنه الجيش ما بيعطيك أي معلومات. الجيش كان بانتظار هلأ التحقيق، أنا حكيت مع المدعي العام اليوم لنتابع الموضوع ونشوف على القليل النوع شو التقدير شو، ما عم نقدر نعرف شيء. بس بالإجمال مثل ما عرفت كانوا هني جايين كمان من حوادث مماثلة، يعني خبروني أنه هلأ بعد ما انفجرين كذا محل أجهزة، هلأ بتنحط بإطار ناس عم تتخلى عن أجهزة أو ناس لا بدها تعمل بلبلة. حقيقة أنا ما بقدر أقدر عم بحكي الحقيقة مثل مطارد قدامكم وقدام الرأي العام، كل الاحتمالات وردي، بس أنه بالنتيجة قدام اللي عم بيصير عن جد أنا بستحي أحكي بهيك موضوع هيدا الحقيقة، بس لأنه طالما حتى موضوع مثل هيدا بالجو اللي عم نعيشه وعم يعمل هيدي البلبلة مضطر جاوب. هي موقفكم معروف كتيار وطني حر، لبنان قادر يا أستاذ سليم أنه يكمل؟ هل تنصحون حزب الله بأنه يروح على حل دبلوماسي؟ لكن هلأ مش وقت حقيقة، بس تقع المصيبة ما بنجي من نفتح الدفاتر. أول شيء هلأ ما في قدامنا إلا نضامن، نحن قدام وضع مش طبيعي، قدام جريمة منا عادية، هيدا مغطى من أنظمة ومن دول، إن كان أو بالمشاركة الفعلية أو حتى بالصمت. من أمريكا يعني أصدق؟ من الولايات المتحدة الأمريكية؟ على رأسهم الولايات المتحدة. هلأ أنت تفضلتي بالبداية جواد، قلت موقف التيار كان واضح وبعده لهلأ واضح، نحن كنا ضد ربط السحاب، بس وقت اللي بده يصير فيه اعتداء على لبنان كلنا نحن بدنا نوقف مع بعضنا كلبنانيين ونواجه. ما نحن اليوم أكثر ناس فينا نقول موقف العناد عون من أول نهار معلي اليوم، ما كنت حابب أذكره لأنه كمان مش وقته، بس رح أقوله، بس مو ما حدا لأن فهمه، أنا عم أقوله هلأ لأن ما حدا فهمه، بس قال للمسؤولين والقاضي بحزب الله أنه نحن وضعنا اليوم مش مثل 2006. قال بنصحكم ما تخلوا هالحرب، قال بنصحكم من هيدي المعنى، من هاي المعنى موقفنا مش بأنه نحن منا متضامنين مع القضية ومنا عارفين وين الحق وين الباطل ومنا عارفين مين الظالم ومين المظلوم، بس نحن كنا عم نشوف أنه اليوم في متغيرات كبيرة، كان الموقف من الأساس واضح إلنا من باب المحبة والغيرة والمصلحة الوطنية ومصلحة لبنان ومصلحة المقاومة كمان، بس هذا كله هلأ مش وقته. نعم. أنا عم برجع أقول مش وقته، اليوم ما في قدامنا إلا ما نتضامن، وأنا بدي أقول لك النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق. وأعلن أردوغان قبل توجهه إلى الولايات المتحدة حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قلنا إننا نريد عقد لقاء مع بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، والآن ننتظر الرد المناسب من جانب دمشق. وأضاف أردوغان قائلا نحن مستعدون لذلك، نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وأمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع. النشرة انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.